السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم خوتي خواتاتي احبتي في الله؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبالف صحة وسلامة. اتمنى لكم التوفيق والهنا وراحة البال. اش كتعودوا؟ كيف دايرين مع الصحيحة؟ وسبحان الله، عرفتي مع الدار وحسيت بواحد بحال الضغط النفسي مع هاد الشيء اللي كيبقى الانسان كيشوف كيتفرج كيبقى يشوف المشاكل ها الجرائم، عرفتي حسيت بواحد القنط. شكرا لواحد السيده متابعه ديالي، انسانه وفيه، صديقه قديمه، واحد السيده ما شاء الله عليها، عرضت عليا اليوم، دارت لي العراضه باش نخرجوا. اي أيوة والله يعطيها الخير، الله يخلف عليها. ما بغيتش نحرجها نصورها، المهم هي بعيده عليا دابا، وانا تمشيت قلت لها غادي نمشي نهضر مع المتابعين ديالي ضروري نقول لهم بانني خارجه نتقاسم معاهم كل شيء. هو المهم شوف واحد الجو شحال زوين، خرجنا للطبيعه. انا راه كنحماق على الطبيعه، البحر والطبيعه. كيبكي عليك؟ وين ما كاينش، انا قلت لهم غندور تا ورجلي تابعيني. لا لا ما يخليوكش، حيت دابا كيتخلعوا. قال لك سيري، قال لك سيري تبارك الله. دابا راه الصغيور اللي الصغيور اللي كيبكي. واحد السيده كتجري، كانت جالسه حدانا كيلعبوا الكره اللي في الكازون، ودابا كدير انتوغ على هاد المكان كله. واحد البلاصه زوينه، سبق لينا كنا كنجيو ليها، وسبحان الله ملي كنت كنشتغل هنايا. دابا انا حدا في النواحي ديال المطار، ملي كنت كنشتغل هنا كنت كنشوف الناس خارجين وكنشتاق كنتشاء نخرج، ولكن مع العمل ما يمكنش، كنا كنشتغلوا لحد ودائما يعني كل نهار كان الشغل عندنا. وملي جلست وليت مره مره كنخرج، ماشي دابا مع الوالده ما كنقدرش نخرج دائما. ودابا ملي هاد السيده طرحات عليا الفكره باش عرضات عليا، هانتوما شوف على مد من البصر زوين. كاين واحد الاعشاب كنقلب عليهم، خديت منهم واحد شويه كتبغيهم الوالده، والوالده مسكينه ما قداتش تجي معايا. راه مزيان الانسان يخرج مره مره يشوف الخضره، يشوف الطبيعه، يشوف هاد الاعشاب، بحال ما كدا يمشي للبحر، يمشي لشي مجرى ديال الماء، يبقى يشوف، لان بحال كتحيد داك الضغط النفسي. شوف الناس خارجين، وليدات، شوف شحال ديال السيارات. السيدة راه خليتها ليه، خرجات هي جالسة هي وليداتها، وقلت لها أنا غدا نتمشى واحد شوية، نحيد واحد الشوكة، سقات لي واحد الشوكة في العباية ديالي. انا دابا شويه خدمت الكونيكسيون باش نشوف القضيه ديال السيده سعاد الله يرحمها، المرحومه سعاد. ولقيت واحد القناه، واحد الاخت سميتها خديجه، كتقول بان راه تدخلات الفرقه الوطنيه، وتحيه للفرقه الوطنيه، تحيه الناس الجمعويين، تحيه لرجال القضاء، تحيه للامن الوطني، تحية الناس اللي كيدافعوا على
حقوق الناس خاصة المرأة الضعيفة. شو هاد النبتة؟ سبحان الله سبحان الله. تحية للجميع الناس ديال اللي كيردوا الحقوق لأصحابها. شوفوا الطبيعة سبحان الله، شوفوا داك الببوش الصغير كيفاش كي. والله إلا فرحت، قلت الحمد لله الحمد لله، يرجع حق هذيك السيدة لبنياتها اللي خلاتهم يتامى، لأن احنا ما كتربطنا بها أي قرابة، كتربطنا بها الأخوة في الله سبحانه وتعالى. انا والله الا يلاه دابا كنحكي للناس اللي كانوا معايا، قلت لهم تصوروا لانهم متبعيني، متبعي القناه ديالي، انني شفتها في الرؤيا، يعني هذيك رؤيا، لان الشروط ديال الرؤيا ملي كيكون الانسان مضي مصلي الفجر مستغفر مطاجع على الشق الايمن ومصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله سبحانه وتعالى، رب بالطبع تيكون هذيك رؤيا ماشي حلم ماشي اضغاث واحلام، لان مستوفيه الشروط ديال الرؤيه. ايوا هذا الشيء قالوا لي سبحان الله كيفاش غتشوفيها في رؤيا، قلت لهم لان كيبان لي بغات توصل مسكينه شي رساله، حتى لو فات باش قالت الام ديالها بان شدات لها في يدها، انا كانت بغات تقول لها شي حاجه ولكن ما استطعتش باش توصل لها داكشي اللي باغيه تقول، ما قداتش تقوله. هادشي علاش يعني بغات تقول شي حاجه وما نجحاتش باش توصلها. ايوا ربي كبير، ربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. كنقطع هادي بانت ليا كاينه ولكن قليله قليله كتشوف هذا، هذه راه كيقولوا ليها الداد، هذا راه عرفتي ملي كتحفر في الارض كتلقى عنده واحد العرق غليظ كبير سبحان الله، بحال داك الشمندر السكري. هذاك الداد مزيان للشعر. ها هو شو سبحان الله شحال كاين بكثره هنايا. دابا راه غير دوك اللي كيديروا الاعشاب، داك اللي كيبيعوا دوك اللي كيبيعوا العراقات كيقولوا لهم العراقات. هي دقاتني واحد الشوكه. الله قال لك ما تقوليش انا زينه احسن منك الورد شوكو دقنا في يدينا. هذا ها هي شفتوها، هذه سميتها شندقوره، تفكر جد الله يرحمها مسكينه، كانت كتلقطها كتغسلها مزيان كتيبسها وكطحنها وكديرها في، شوف كديرها في الخبز، كتعجن بها الخبز وكتعطيها لينا كناكلوها. اشنو كدير؟ ولكن تغسل مزيان. اشنو كدير؟ كتحيد الانتفاخ في المعده والالام ديال المصران. لا تمن اميره قول انا غدا نمشي، قول انا غدا نمشي، انا غدا نمشي غدا نمشي ليه. شو هنا يكون يديروا شي فيلم ولا شي مسلسل. كان واحد الفيلم قديم، فيلم لبناني اعتقد، فيه هند ابو اللمع، واو، وكان مثل معاهم واحد ممثل مغربي ميلود الحباشي، واحد الفيلم زوين كيذكرني في الطفوله. كتبقى تجري في واحد الغابه لان شافت واحد الجريمه ديال القتل وشافوها شافتو، كتجري بحال هاد الغابه دائما كتخيل وكتبقى تجري
شو الناس راه كيلعبوا في الرياضه، واحد هو ومراته راه كيتجيركيو. هي 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 كيتحيروا، كيبانوش ليكم بلاش بلا من ما نكبرهمش، لان خصوصيات ديال الناس. تحيه للجميع. هاي 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 هاي. شدني واحد العود، اي عرفتي تلوالي على رجليا، شتي اللي ما مولفش يديع. الله 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 الله، تلوالي على رجليا. ايوا حنا غير جالسين في الدار نطيبو ناكلو صافي. ايوا ماشي انسان خاصو يخرج، خاصو يجتهد. كنت كنخدم، كنت بخير، جلست من الخدمه صافي وليت جالسه علف وكل ونعس. الوالده ديك هي راه تاكل وجلس حداها، قلت لها يلا نخرج امي شويه تمشاي وتشوفي الدنيا. والله الا الناس جايبين، مهم كل واحد شنو جايب. بلا ما نهضروا في الناس، نهضروا غير في حياتنا حنايا. زوين زوين هنايا، منظر جميل. شوف السنابل، ملء السنابل تنحني للرحمن تعبدا، والفارغات رؤوسهن شوامخ. السنبله اللي كيكون فيها القمح كتكون مثمره، كتنحني كتسجد كتركع لله سبحانه وتعالى. واللي فارغه، السنبله اللي فارغه كتبقى تزقزق كتراقص مع الهواء، حيت خاوي العقل ديالها خاوي. قلت لك العقل، حيت فعلا راه معنا على العقل. شوف هاد الببوشه مسكينه فين شاده، شاده في جدع جدع يابس. سيري بعدا غير البلاصه اللي فيها الثراء، فيها الثراء. او شوف شوف هانتوما بيبيشه، شوف كاين الببوش هنايا بزاف. والله الا واقيلا لقيت الببوش نمشي نطيبو. والله الا كاين، كاين ببوش. كون صبات الشتا يخرج. كنا كنبداو دايزين بالترونسبور بحال هكا في الليل، وكيبان لينا الببوش خارج، كيقول لينا الشيفور ديال الترونسبور شوفي شحال ديال الببوش خارج مع الشانطي في هاد المنطقة نيت ديال مطار محمد الخامس. تلبس انا على طوموبيلتي. والله الا تلبس يا هاديك، والله الا تلبس.